السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب بكل المستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان، وأرحب دائما بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفايد، أستاذ باحث بالمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط ومتخصص في الزراعة والتغذية. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا. في هذا المساء إن شاء الله سوف نتحدث عن لحم الدجاج، وبالتحديد الدجاج البلدي البري، الدجاج البري، البري أو البلدي. يعتبر لحم الدجاج البري من أهم مصادر البروتين، فهو سهل الهضم ويحتوي في الجرام الواحد منه على كمية بروتين أكبر من تلك الموجودة في لحم البقر، كما أنه مصدر جيد لعناصر الكبريت والفوسفور والنحاس والسيلينيوم. ويمتاز لحم الدجاج البري قبل كل شيء برقته، لأنه يحتوي على أنسجة عضلية مرنة يسهل تفتيتها، لأنها خالية من ذلك الغلاف القاسي الذي يلف العضلات والذي طبعا نراه في لحم الماشية. والطبيب الرازي يقول: لحم الدجاج خفيف على المعدة، سريع الهضم، ينشط الدماغ، خصوصا لحم الديك الذي يساعد على تحسين الصوت وتنشيط الحبال الصوتية. هذا يصلح لنا دكتور حنين. نعم مودعين. ويحسن اللون ويقوي العقل ويولد دما جديدا في الجسم ويفيد في علاج المصابين بالربو. إذن مستمعي الكرام، لن أطيل عليكم، للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال عبر أرقام الهاتفية التالية 0537-66-17-20 أو 0537-68-51-00، وذلك كل يوم جمعة من الساعة 10 صباحا إلى منتصف النهار لتسجيل أرقام هواتفكم، وستستقبل المكالمة طبعا مخرجة البرنامج إيمان مزاحم. وأذكركم دائما بالبريد الإلكتروني للبرنامج نخل رمان @snrt.ma. دكتور محمد الفايد، طبعا بعد أن توضح لنا فوائد لحم الدجاج البري أو البلدي كما كان قولوا له، هناك أمر يحير الجميع وقد يرفضه البعض ويضرب عن أكل الدجاج البلدي، ألا وهو: كيف يمكن أن نأكل الدجاج البلدي وهو يأكل كل ما هو سام وضار من العراق ومن العقارب والأفاعي؟ نعم. ويعني ودود في الأرض وأزبال وفضلات الإنسان وغيرها، بالرغم من ذلك نأكله، ألا تنتقل كل تلك المضار إلى أجسامنا؟ كيف ذلك؟ فهو طبعا أمر محير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه أشياء يعني دائما مع الله في الأرض، مع خلقه سبحانه وتعالى في الأرض ونحن معه، وإن شاء الله سنقلب هذا الكون لنتدبر في آياته من خلال هذا الخلق. وأن لماذا؟ لأن موضوعنا هو يتناول الأغذية، وأن هذه الأغذية هي كل شيء بالنسبة للإنسان. طبعا لأن الله خلقنا نتغدى، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم فهذا الله سبحانه وتعالى نلاحظ أنه فرق بين الدواب التي تمشي على الأرض والدواب التي تطير. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وطائر يطير بجناحيه، عنده جوج، عنده اثنين. كانت مخلوقات من قبل كذلك تطير مثل الديناصورات، وهناك حيوانات في البحر تطير. هناك أسماك تليد وأسماك تبيض، والطيور خصها الله سبحانه وتعالى بخلق ينفرد، نجعل لها ريش. ونلاحظ أن مثلا في الشتاء، في فصل الشتاء لما يعني ينزل المطر فوق هذا الريش، فالطيور تسد هذا الريش، ثم هذا الماء يسقط على الأرض لا يصل إلى لحمها. وأن الريش هو من العازلات للحرارة، ليس كالخشب وليس كالبلاستيك وليس كالمواد الأخرى، يعني حتى هذه الأشياء لاليندوفير هذه اللي كيعملوها الناس إيزولاسيون. نعم، فهو أقوى. علاش؟ لأن نلاحظ أن الدجاجة لما تحضن البيض، لما تحضن بيضها، أن الحرارة تصل إلى 37 درجة في البيض، وهنا تقلب هذا البيض، طبعا تقلبه هذا لكي
يتفرخ. هذه الحرارة 37 هي حرارة جسم الدجاجة، ولكن هذا الريش هو الذي يحفظ هذه الحرارة كي لا تضيع، كي لا يعني لا تخرج. هذه أشياء عند خصه الله سبحانه وتعالى بجهاز هضمي فريد من نوعه. ليس هناك حيوان أو مخلوق له جهاز هضمي الدجاج، لأن يجمع وليس له أسنان، عنده منقار، والمنقار يجمع به الحب، وكذلك يرفع به الأشياء، وكذلك يضرب به الأشياء، حين هو يقتل العقرب ويقتل الفأر ويضرب بهذا المنقار. كاين بعض العصافير اللي كتحفر به، حتى الأشجار تحفر هذا المنقار هذا. هذا الجهاز الهضمي عند الدجاج، باش نفسروا الناس، لأن هناك أقاويل كاذبة وباطلة، هناك أقاويل تضلل الناس، ومع الأسف الشديد أن أصحابها عندهم مستوى علمي مثلا ما شاء الله. وأنا شخصيا يعني استمعت لبعض الأطباء يتكلمون عن الدجاج البري، وأنه دجاج وسخ، وأن فيه ميكروبات وجراثيم، وأنا أستحيي من هذا الطرح، وهو طرح يخالف الناموس الكوني لله سبحانه وتعالى. وهذه الأشخاص كنقول لهم فليتقوا الله سبحانه وتعالى. لما يكون الشخص جاهلا بالعلم يجب ألا يتكلم، من الأحسن، لأن هذه الأشياء غدا تحسب عليه، وأن هذه الملائكة ستسجلها عليه، وسيخرجها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في كتابه، لأن كل شيء غدا يخرجه من الله يوم القيامة. ويعني وكل إنسان ألزمناه طائرة ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه دائما منشورة. هو السؤال المطروح، كيفاش هو تأكل هذا الشيء؟ فإحنا غادي نفسر للناس بكل بساطة، وهذا تخصص، لأن تخصص علم اللحم، علم التغذية، وفي علم التغذية كاين تخصصات، كاين الحليب، وكاين اللحوم، وكاين الأسماك، وكاين النبات، كاين حتى في علم التغذية. نحن درسنا أولا تخصص علم الأغذية وما يحيط به من إنتاج وزراعة وبيطرة وبيئة، ثم داخل علم التغذية يعني هناك تخصصات. فدرسنا سنة كاملة غير اللحوم، سنة كاملة ندرس لحوم من الثامنة إلى السادسة صعب النساء. فهذا ليس الشخصية اجتهاد هكذا ويتكلم. يعني الآن الناس كي تسمعوا لحوم بيضاء لحوم، هذا تضليل، هذا كذب. لحوم بيضاء ولحوم حمراء هذا كذب وتضليل، هذا كلام شركات وليس كلام علم. ليس علم، هذا ليس علم، هذا كلام شركات. أما العلم فشيء آخر. وأنا أقول دائما أنا مستعد، أنا مستعد يعني حتى أواجه علماء دوليين، ولا أظن أن هناك عالم دولي يقدر يواجهني، أنا لا أظن، وإذا كان فأنا مستعد، وأهلا وسهلا ومرحبا، ما عندي مشكل. فهذا الدجاج عنده واحد كاين، هذه اللي كي كنسموها احنا الحنقورة باش الناس نفهموها، كيجمع فيها أولا الحب فين، وهذاك الحب كياخذ معها أحجار. نعم فعلا، هذيك الأحجار كتمشي للقلنسوة، هذه اللي كنسموها احنا القنصة، القنصة هذه كنسموها القنصة، اللي كيقول القنصة كبر، المهم كيعرفوا الناس هذيك القنصة، كيشوفوا ان حتى كيرطاب الحب هذا الحنقورة، حتى كيرطاب مزيان ويتنفخ، عاد كيمر هو وداك الحجر، كيوصل لهذيك القلنسوة، كيلاحظوا النساء على الخصوص، يعني حتى الرجال راهم شافوها، ان الرجال من قبل كانوا هما اللي كيريشوا الدجاج مش النساء. فهذيك القلنسوة الداخل فيها واحد جلد، واحد لامومبران، واحد الغلاف اصفر، راه كيقشروا العيالات كيحيدوا هذاك الغلاف، سمي بيرميابل. الى حد الان لم تقدر شركه على صناعه واحد لامومبران، واحد المصفات مثل هذيك، لا ينفع. سبحان الله، هذيك المصفات اللي عند الدجاج في القلنسوة ديالو، ولو اكل السيانير دو بوتاسيوم اللي هو الماده السامه، ولو اكل الباربيتيريك، ولو اكل ما اكل، فهذه الاشياء لا تمر الى اللحم، واقيه من المستحيل ان تمر الكيماويه السامه، من المستحيل ان تمر الكيماويه السامه من هذه القشره، هذا الغلاف. هذاك هو السر في ذلك، هذا هو السر، هذا الغلاف، هذا اول. ثم ثانيا ملي كتكمل هذيك المواد تكمل طريقها، لان هذه هي الطاحونه ديال الدجاج، هذاك الحجر مع الحب مع المسائل، هذيك القلنسوه كتبقى يعني كتتقلص، كونتراكسيون كتتقلص، ثم تطحن طحنا، تطحن هذه الاشياء هذه اللي كتمر لعند الجهاز الهضمي اللي كيبقى هما الامعاء. وعنده غير معي واحد، وعنده معي دقيق فقط، ما عندوش بحالنا احنا المعي الدقيق والمعي الغليظ. فهنا هذه المواد ملي كتجمع كاين لا نوتراليزاسيون الاولى، كاين ازاله اثر السموم اولا هنا في هذيك الحنقورة كنسميها احنا اللغة ديالنا، ثم لما يمر إلى هذا الجهاز الثاني، لما يخلط هذه الأشياء تخلط، فهناك كذلك أنزيمات اللي كتعطيها، وهذيك لامومبران يعني هذيك هذاك الغلاف، وهذيك المرشح أو مصفات نسميه اللي بغينا، هذا لا يترك مواد سامة تمر إلى اللحم، من المستحيل. لماذا؟
لأن الذي خلق الكون سبحانه وتعالى خلق توازن في هذه الكون. فإذا سحبنا نوع ما يقع خلل بيئي في الكون، عدم توازن، يقع خلل، لما بقاوش الكلاب ولا لما بقاوش القطط، لما بقاوش العقرب الأسود، لما بقاوش التعابين، لما بقاوش الفأر، لما بقاوش كل، وقع خلل في الكون. فالدجاج خلقه الله سبحانه وتعالى ليطهر الأرض من هذه الأشياء. أنا أعطيك مثال بسيط. الأشخاص دابا اللي عندهم إسطبلات ديال الحيوانات، إلا مشى احتجهم هذاك اللي كنسميوه حنا الجريد ليتيك، إلا مشاو احتجهم الجريد الحيوانات ديالهم يقضيو عليهم. ملي كيكون الدجاج البلدي، كنذكروا أننا كنتكلموا على الدجاج البلدي لأن ماشي بحال بحال، الدجاج البلدي كيساهم في الطبيعة، كيساهم في التوازن الكوني. لا يمكن من المستحيل نلقاو هذاك القرد، هذاك الجراد، هذاك التيك اللي كيلصقوا في الحيوان، من المستحيل. وأن أشخاص هادو مربي ماشية مواشي كان عندهم هذا المشكل في الأغنام، وجابوا الدجاج البلدي عملوه معهم، وهو لا يقتل الأغنام ولا يقتل حتى الأبقار، ولكن الأبقار المستوردة هذه اللي جناها من أوروبا، إذا كان الدجاج البلدي في الإسطبل ولا كان معها شيء، هذه تموت هذه الأبقار، وخطير بالنسبة لهذه، لأن هذاك النفايات ديالو اللي كيرمي، هذيك البراز ديالو، نعم فضل البراز ديالو اللي كيرمي، هو يصيب في بعض الطفيليات اللي كتصيب البقر هذه، وفي حتى توكسينات، والتوكسينات ديال هادو هي خطيره جدا. كل ما هو سام يرمى في هذيك المسائل هذه لا يمر الى له. من المستحيل هذيك السموم ديال العقرب ولا الاشياء اللي كاينه حتى في الفأر تمر الى لحم الدجاج، وهو آلة بيولوجية من خلق الله سبحانه وتعالى كي تطهر هذه الأرض من هذه الأشياء. مثل ثاني، أنا نتكلم على البيئة، علينا لا بأس نستفدوا لأن هذا علم، وعلينا علم التغذية، ولكن علم التغذية راح حيطين به علوم أخرى. شوفوا الظروف اللي كيتربى فيها هذا الغذاء اللي غادي يكون من أحسن اللحوم التي خلق الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض بعد السمك، لأن السمك هو الأول. ثم نشوف مع أحد المنطقة مثلا في سطات منطقة البروج بني مسكي، كان هذه واحد 4 سنوات واحد الخبر حول انتشار العقارب، العقرب في هذه الناحية. هذا خلل كوني، عدم توازن كوني. علاش؟ لأن هذه المنطقة كانوا الأبناء ديالها مشاو لإيطاليا، العمال، نعم، وهذو كل المغاربة كنعرفوا بأن وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذوك ما ينسوش والديهم، وهذه هي الله سبحانه وتعالى مازال عندنا في المغرب، هذا المجتمع غادي يبقى مازال فيه الرحم، وغادي يبقى الله سبحانه وتعالى رحمه، لأن بقي عندنا الرحمة بين الوالدين كنتهلاو فيهم إن شاء الله، وغادي يبقى هذا البلد هكذا. فهذوك بدوك يصيفطوا لوالديهم الفلوس، تهلاو فيهم، بناوا الديور، شراو لهم تلفازة، شراو لهم تلاجة، حفروا لهم البير. هذه من الأشياء اللي كيمتاز بها المجتمع المغربي، أن الولد فين ما مشى كيبقى يتفكر بباه وامه، أكيد، ماشي غير ملي كيكون معاه. وكاين الناس دابا اللي مجوزين ولادهم عندنا في الشاوية وساكنين معاهم، وأنا لا يمكن يعيشوا بلاهم. وهذا هذه قوة المجتمع يفتخر، يجب أن يفتخر بها المغرب. لأن بعض الأطروحات الإيديولوجية تقول علاش الولد كيتزوج يبقى معباه، أنا كنقول خص الأب يكون معاه ديما ولد وجوج مزوجين، ولاش ما يكونوش 5 مزوجين وعايشين معاه، لما لا في البادية، واللي عايشين مع مولادهم عايشين ما شاء الله، لأن هذاك الطفل الصغير غادي يعيش مع جده مع جده، وغادي يتعلم أشياء من جده، غادي يكون هذاك الطفل صالح. لا يمكن هذاك الطفل غادي يكون مواطن، غادي يكون مواطن صالح، لأنه غادي يتعلم كثير من الأشياء. هذه المنطقة مع الأسف الشديد، هذه المنطقة ديال بني مسكين ما بقاوش داروا الدجاج البلدي، ولاو كيشريو اللحوم ولا كيشريو الأشياء من السوق، بقاوش داروا الدجاج البلدي، ولذلك وقع عدم توازن في الكون. في هذيك العقارب فرخت هذاك البيض ديالها وكثرت، لأن العقرب تبيض، وكثرت لأن وليتي كتقلب حجرة كتلقى 10 ولا 15 عقرب تحت منها. فبوجود الدجاج البلدي في الماء بحال دكالة، بحال نيت رحمنا، بحال أحمر من جيت الشاوية، هي في العقارب كاين من جيت بن حماد، من جيت ثلاث الأولاد، من جيت سيدي حجاج، العلوة، يعني حتى هذا تيرس ما كيكونش فيه العقرب، ولكن الأرض اللي حرشة واللي غابة اللي حمراء حمرية، وبني مسكين الأرض ديالها كالكير، الأرض ديالها سخونة، هذه أراضي فيها العقرب، العقرب الأسود. وحتى منطقة قدانة علي مجيت ولا تعي كاين شوية تيرس، ولكن منطقة أخرى فيها العقرب، كاينش العقارب حتى لحد السوالم، حتى هذه المنطقة هذه خاص يكون فيها الدجاج البلدي، إلا ما كانش الدجاج البلدي غادي يوليو
كل نهار غادي يجوا 5-6 المستشفى المستعجلات، لان العقرب ثلاث ساعات. وكاين النساء اللي تيكونوا يشقاو كان الشغل ديال المنزل، ولا كيخبزوا الخبز ولا حاجه لحاجه، كتلسع من العقرب. كنقولوا لا ساعات العقرب وليس لدغات، حيت لدغات بالفم، ولا ساعات بالشوكه. اللي كنقولوا مثلا النحله كنقولوا لا ساعات، كنقولوا العقرب كنقولوا لا ساعات، ما كنقولوش لدغات. كاينين الحيق نعم تلدغ، اما العقرب تلسع. باش حتى من ناحيه اللغه العربيه، حيت كاينين الناس كيقول لك لدغات وعقرب، هذا في اللغه العربيه لا ليس صحيح. هذا الكون، هذا الدجاج خلقه الله لهذه المهمه في الكون اولا، بعد في البيئه توازن. ثم انه كل ما هذا الدجاج كياكل، حتى الجراد، الدجاج كياكل الجراد، كياكل الديدان، يعني كياكل العقارب، كياكل كثير من الاشياء. هذا الجراد اللي قلت لك هذو اللي تيك، كياكل السمك. هو السمك اكل طبيعي ديال الدجاج فعلا، وحتى دوك النفايات ديال السمك كياكلهم الدجاج، نفايات الفرت ديال المجازير كياكلهم الدجاج، كيهبش فيهم وكياكلهم، عليهم كيعجبوه هو علاش؟ لان الدجاج خلق الله هكذا، كيهبش برجليه باش ياكل. هذه القضيه ديال يهبش برجليه، الا توقف الدجاج ما هبش، الا ما هبش الدجاج كيولي اللحم ديالو ابيض، كيطلع الكوليسترول، خاصو يتحرك. لماذا؟ لان كنلاحظوا على ان اللحم ديالو احمر قاتم. نعم احمر اكثر من اللحوم الحيوانيه، وانت تفضلتي في المقدمه. نعم وذكرتي هذا بانه لحم جيد. نعم جيد. وكل ما قاله الرازي صحيح. لماذا؟ لان تقويه الدم، ماذا تعني تقويه الدم عندنا احنا بعلم الفيزيولوجيا؟ هو الحديد. والحديد الموجود في الدجاج البلدي هو الحديد الاول والاكثر امتصاص الذي خلقه الله في الكون. هل العيالات مثلا اللي عندهم انيميا ياكلوا الدجاج البلدي؟ ياكلوا الدجاج البلدي مع الحبوب اللي تكلمنا عليها، باش ما تبقاش نصيحه هكا عوره عندها. يحبسوا الحلويات والمقليات والمشروبات الغازيه، ويحبسوا الطبخ في الالومنيوم، ويطبخوا في النحاس وفي الطين وفي الانوكس اذا كان اللي ما عندوش، ويعملوا الدجاج البلدي معاه الحلبه ومعاه الاشياء اللي كتزيد في الامتصاص. ومن المستحيل تبقى انيميا عند النساء، لان النساء طبعا عندهم الدوره الشهريه كتكون عندهم انيميا. انيميا فعلا. علاش؟ لان الفيتوستروجينات اللي كاينين في الحلبه وفي هذوك الحبوب، زائد الفيتوستروجينات اللي كاينين في الدجاج، هو الدجاج فيه فيتوستروجينات. هذا يعطي واحد كاين تنشيط. نعم كاين تنشيط ديال الجسم. غنوريو علاش. غنشوفوا هاد المغاربه كانوا علماء يعني ما شاء الله، بلا ما يقراوا في المدرسه. نكملوا المعلومات قبل المكالمات يعني استسمح، خاص الناس يعني ياخذوا المعلومات كامله، لان كاملة. هناك تضبيب. انا اعلم بان هناك تضبيب وهناك تضليل، وانا اقول دائما فهذا المنبر العلم ان شاء الله ولا يحتمل الخطا، ولكن اذا كان هناك خطا فالكمال لله سبحانه وتعالى، فهو خطا غير متعمد او سهو. هكذا، والانسان خلق الله سبحانه وتعالى، الله خلق الله الانسان ينسى وكاين كينسى. فهذا الدجاج البلدي اولا يتحرك بكثره، وكيتحرك بجوج الاعضاء، بانه يفوق الحيوانات، باش ندقوا الناس اللي باغيين يقراوا، مش الناس العلم، هذا علم. علاش؟ لان الحيوانات كتحرك غير برجليها، ولذلك لا تاخذ اكسجين بكثره، وليس لديها حديد بكثره. كل ما تحرك الشخص كتكون الهيموغلوبين ديال الدم بكثره، والهيموغلوبين تعني الحديد. نعم. فالدجاج كيتحرك برجليه وبالجناح، بالجناح، معنى ان اقصى حركه ديال الجسم هي عند الطيور، وليست عند الحيوان ولا عند الانسان. أقصى حركة وأبسط حركة كاينة عند الحيتان، لأن الحيتان تتحرك في الماء ولا تتحرك في البر. فأقصى يعني لو جيبي كنسميو حنا الصيد، الصيد علاش كيكون اللحم ديالو أحسن؟ لأنه يتحرك، لأنه صيد، لأنه حيوانات يعني متوحشة، هذه ماشي شيء. حرق الدهون. فالدجاج عنده أقصى حركة، معنى أنه فيه أقصى تركيز حديد، باش يعرفوا الناس، لأن اللحم ديالو أحمر حتى تعدى ديك الحمره الطبيعيه، ولا احمر قاتم. وانك لاحظوا ان الفخذ اللون ديالو احمر اكثر من الصدر. لماذا؟ لان الفخذ لانه كيهبش، كيتحرك كثير، وكيشوفوا حتى الجناح، اللحم ديال الجناح حتى هو كيكون احمر، لانه كيتحرك بكثره، باش نفهموا الناس. فالدجاج البلدي لحم احمر من النوع الممتاز، والدجاج فيه اقل كميه الكوليسترول بالمقارنه مع الحيوانات الاخرى، لانه كيتحرك، ولأنه نباتي.
تقريبا نباتي يعني ما كياكلش يعني هذا هو اومنيفور عليهم، ولكن كياكل نبات كياكل حبوب. هذا لحم الدجاج غني بالاملاح المعدنيه على راسها الحديد، احسن كالسيوم فوسفور هو كاين في لحم الدجاج البري وليس في الحليب. والمونغانيز مانيزيوم هو اعلى تركيز، والفيتامينات الحيوانيه اللي كتكون في هذا اللي من ناحيه الريبوفلافين من الفيتامين بي ومن الفيتامين ا، كاين فيها فيتامين او، هذه كلها فيتامينات موجوده في لحم الدجاج. اضف المعادن، لان الاطباء الان كثرت عليهم الامراض، كان الله في عونهم، والله كان الله في عونهم يعني ما شاء الله. لان الانيميا ديال الحديد هي في عوامل شتى وليس الحديد لوحده. الان كاينين اشخاص اللي كيحسوا بواحد ضعف الجسم من الزنك وليس من الحديد، اللي كيجا عند طبيب طبعا بكثره الحديث عن الحديد كيطلب التحليله ديال الحديد. اما الاطباء الان خصهم يطلبوا التحليله ديال الفيتامين دي ويطلبوا التحليله ديال الزنك. الزنك نعم، لان الزنك الان هو اللي كنقولوا احنا ديفيشينسي فرنسويه في ديفيرونس، هو الان الزنك هذا معدن الزنك هو اللي الان بعض الاشخاص عندهم ضعف جسماني وكيحس براسو معيان، وهذا هو من الزنك وليس من الحديد. الزنك موجود في الدجاج، هذا موجود فيه اشياء اخرى، قليل من السيلينيوم كذلك موجود. وغريب انه اللحم الوحيد اللي فيه الفيتوستروجينات هو لحم الدجاج، ولذلك كانوا كيعطيوه للمراه ملي كتولد. نعم وكانوا كيعطيوه حتى الطفل بعد الختان. وكان الطب من قبل، كان الطب بعد العمليه الجراحيه، شو علم التغذيه عند العرب كان يعني كان في الستينات السبعينات، علم الجراحه، علم الجراحه ديك الساعه كانت جراحه قليله. ومع ذلك كان هذيك الساعه الاطباء بعد العمليه الجراحه كانوا كينصحوا بالدجاج البلدي. اكثر من ذلك ليس الدجاج البلدي، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين المرق وبين اللحم صلى الله عليه وسلم، كان اذا اكل اللحم لا ياكل المرق، واذا اكل المرق لا ياكل اللحم. لماذا؟ لان البروتينات على نوعين، كاين بروتينات دائبه وكاين بروتينات غير دائبه، اللي كنسميو حنا الازوت سوليبل، هذا النيتروجين سوليبل نيتروجين، وهذاك الانسوليبل نيتروجين. البيبتيدات والبروتينات الدائبه هي كياخذها الجسم مباشره كيخدم بها مباشره، لا تحتاج هضم ولا عيش. فيه الازوت الدائب، هذا النيتروجين الدائب الدجاج مرتفع جدا، زائد حديد زائد فيتروستروجينات. والمراه الواضع ثلاثه تحتاجهم المراه، والطفل اللي ختناه ضيع الدم يحتاج هذه الثلاثه، وخاصة تشرب البلول ديال الدجاج البلدي. نعم كانوا كيشربوا دائما ومازالين كيشربوا، لان نعم لان هذه هي علم التغذيه عند العرب كان باهر ما شاء الله بدون جامعات وبدون كل شيء. فهو غني بالفيتوستروجينات وفيه الفيتامينات المتعلقه بالحيوانات من فيتامين بي، وفيه فيتوستروجينات وفيه حديد مرتفع وفيه بروتينات دائبه، يعني الازوت هذا الدائب، هي البروتينات الدائبه هي اعلى جوده ديال البروتينات، وهي احسن هذا اللي كاين حتى في السمك، وغادي ان شاء الله غادي نتكلموا يعني بهذا. فمن ناحية هذا الدجاج أنه يأكل العقارب، يأكل هذه الأشياء، فهذا أكله الطبيعي. أما أن يمر هذا السم إلى اللحم فمن المستحيل، وأن الله أتقن وأحسن، يعني شوف الحوش أتقن الخلق وأحسن الخلق، مش غير أتقنه وأحسنه. لماذا؟ لأن الحاجة المتقونة مش هي الحاجة المحسنة الحسنة، يعني الحاجة اللي أحسنها الله كتبان جميلة مقادة، يعني كتبان أوموجين. الحاجة المتقونة في العملية اللي كتعمل، وشوف الإتقان ما بين الحنقورة ديال الدجاج وما القلنسوة وما بين هذه الأشياء اللي كتمشي، يعني ما شاء الله. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. إذا دكتور إذا سمحتي غادي ناخذ أولى المكالمات في هذا اللقاء. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم. نعم اسم الكريم. هذا محمد بن بقال من جماعة سهول بأمانة سالة. أمانة سالة أهلا بك. أشكركم على هذا البرنامج القيم. شكرا. والذي نستفيد منه كثيرا. جزاكم الله خير. الأخت لطيفة من خلالك أسأل فضيلة الدكتور أما يتعلق بأكل الدجاج البلدي، هذا النوع من الطيور تتعاطى لأكله أغلبية الناس يفضلوه على الدجاج مثلا الرومي. نعم. وخاصة من أصابه أمراض الزكام مثلا وقت البرد، وهذا معروف عند بعض المناطق في العالم القروي. سؤالي الأخت لطيفة. نعم تفضل. هل صحيح فيه علاج؟ نعم. وإن كان فيه علاج ما هو العلاج الذي يستفيد منه جسم الإنسان من هذا النوع من الطيور عند أكله؟ نعم. مع العلم
مع العلم أن الطيور أن هذه الطيور مصدر عيشها الحشرات السامة نعم. أكثر من أكلها للحبوب نعم. بغيت نعرف كيفاش هذا النوع من الطيور هو الأكل ديال هو العيش ديالو، يعني المصدر ديال العيش ديالو هي الحشرات السامة نعم. مع العلم أن نقول فيه فائدة بالنسبة للأكل هذا النوع من الطيور. هذا هو السؤال ديالي الأخت لطيفة. نعم. شكرا جزاك الله خيرا. علي السؤال الأول باش نبقاو في الحديث الثاني حول الحشرات السامة، ولكن السؤال الأول الأخ جزاه الله خيرا، كلمة علاج قوية، يجب أن لا نستعمل كلمة علاج في علم التغذية. نستعمل وقاية، نستعمل نافع، نستعمل جيد، نستعمل يساعد، نستعمل كل الأشياء، ولكن كلمة علاج هي موكولة للدواء. الدجاج البلدي رغم أنه يعالج بعض الأمراض، ولكن لا نقول يعالج، لأنه وإلا يعني غادي الثمن ديالو غادي يزيد يرتفع، وراه مرتفع جدا. الدجاج البلدي قلت يعني كي ينفع في الحالات يعني بعد الجراحة، ملي كيضيع الشخص الدم، يعني هذا النساء ملي عند الوضع بعد الوضع ملي كيولدوا، والطفل ملي كنختنوا، طبعا هذو كلها حالات يعني كيضيع فيها الدم، والدجاج البلدي كيعوض هذاك الدم، كيرجع في اقرب وقت ممكن، يعني في 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 باسرع ما يكون. هذا بالنسبه لهذه المراه الوضع، كانوا كيعملوه ليها مع الحلبه، كان واحد الرفيسه كنسموها في المغرب اكله تسمى رفيسه، فيها الدجاج البلدي، والرفيسه مصوبه من القمح، القمح الصلب، كانوا كيديروها من القمح الصلب، وكيعملوا فيها الحلبه والعدس. العدس فيه حديد وبروتينات نباتيه، الدجاج فيه حديد وفيه بروتينات دائبة، والحلبة تحفز الامتصاص. يعني هذه أنا أتحدى عالم تغذية على وجه الأرض يعني أن يصف هذه الوجبة للمرأة الواضع، أنا أتحدى، وأتحدى البحث العلمي أن يصل إلى هذا المستوى عند العرب، وليس عند العرب وعند المغاربة. وأنا أوصي الآن حتى في المستشفيات الولادة، حتى في مستشفيات الولادة أنا أوصي الأطباء باش يعطيو هذه الوجبة للمرأة من اللي توضع. والمعلين الأطباء ما كيعطيوش، الأطباء هي الله كيديروا الجراحة، لأن ما غاديش يمشيو يقولوا، ولكن على الأقل هذوك داووا هذه السيدة باش يجيبوا لها التفاح والموز، ويجيبوا لها واحد المشموم ديال الورد نعم، ولكن يجيبوا لها البلول ديال الدجاج البلدي تشربوا من اللي توضع. لأن الشراقي هذا والبحث العلمي الآن يعني منبطح، بحث العلمي منبطح في هذا الميدان ديال علم التغذيه، لان غادي ان شاء الله قبل واحد سائل سول على هذا الكتاب ديالي، الكتاب ديالي ما قدرش يصدر ثلاث سنوات هو تحت اسميه علماء علي، لان ما لقيناش الصيغه اللي غادي نوضعوا بها هذا الكتاب في السوق، ما لقيناش، لان كاينين الناس اللي غادي يمشيو لهذا الكتاب يشدوا على انه حقيقه مطلقه، واللي غادي الناس غادي يبداو ياخذوا منه بعض العلاجات، وناس غادي نتحملوا حنا مسؤوليته امام الله، اما مسؤوليه امام القانون ما عندي فيهاش، ولكن امام الله مسؤوليه امام الله هي اللي صعيبه. يعني الناس ربما غادي يكون فتنه، غادي يبدا يقول لك لا انا راه قريتها في الكتاب ديال فلان وراك تعالج. انا لا اتكلم عن العلاج، انا اتكلم عن العيش الجيد، يعني كنسميه جوده الحياه، يكون انسان بصحه جيده، ويكون يفيق مع الصباح مزيان، ويكون الحياه ديالو جيده فقط. نرجع لهذا الاستاذ ديالنا جزاه الله خيرا من منطقه سهول اللي سول على هذه الحشرات. يا اخي الكريم، لما خلق الله الكون ما كناش غادي ننتظروا دابا مليارات السنوات باش العلم يقول لنا راه كاين حشره سامه، ما كناش غادي ننتظروا، ولا ما يمكن، ما كناش غننتظروا حتى لدابا باش نعرفوا الجذر ما اسمي. وهذا مخالف لناموس الكون، وهذه ليست علوم، هذه ليست علوم، لانها تستنتج وهكذا، لان الحشره سامه الدجاج لا ناكله، هذا خطا، هذا خطا. يعني انا ما عرفتش كيفاش هذا المعلومات تسربت. نعم خطا، يعني الاسلام وضح هذه الامور، حتى هذيك الغنمه الجلاله اللي كنسموها الجلاله، والجلاله راه هي الغنمه ماشي هي الدجاجه، يعني بعد الدروس تصنت لي انا ما شاء الله الناس يقولون هكذا اشياء. الجلاله هي الغنمه، رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحها، هي الغنمه، هي النعجه اللي كنسموها احنا في المغرب، هي الغنمه اللي كتبقى في المحل وكتبقى تاكل ذاك البراز وذوك القاذورات. طبعا الغنمه الا مشات حتى كالت القاذورات وكالتها المراه حامله، المولود يعمى في الرحم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة والشرب ألبانيا. خطير، ممنوع نشربوا الألبان ديالها، وممنوع ناكلوا اللحم ديال الجلالة، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التوكسينات اللي كاينة في البراز اللي غادا تاكل الغنمة وهي مجترة، حيوان مجتر، كل ما تأكله يمتص.
فغادي تمتص هذيك التوكسينات، وهذيك التوكسينات كاين واحد الانواع ديال التوكسينات اللي كتعمي هذاك يعني هذاك الجنين في بطن امه، كيعمى الجنين في بطن امه كيتجدم. انا باش نعطيك مثال ان السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم مدققه من الناحيه العلميه، ماشي ما كاينش يعني مدققه مدققه. حتى الحديد ديال الخمس الفواسق اللي منهم الاحديه والكلب العقور والغراب والفأر، هذه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بقتلهم ودخل معهم الحديه. الحديه هي واحد الطائر كارنيفور كياكل، هو اللي كيخطف الفلال النساء في الباديه، وهذيك الاحديه خاصها تحرق، خاص اللي لقاها يقتلها وتحرق، خاصها تتكال. هي لا تؤكل، لماذا؟ لانها في فيروسات لا توجد ان دعا هذه عند الاحديه، وهذه الفيروسات هذه اللي كيصيبوا الناس يعني ما شاء الله. وكنشوفوا ان المناطق اللي فيها الغراب مثلا بحال تيم حضيت، المنطقه ديال تيم حضيت فيها الغراب كثير، وعندهم واحد المرض، واحد الرمد، واحد النوع ديال واحد المرض كاين في العينين، كاين غير في هذيك المنطقه ديال تيم حضيت حتى للرشيديه البوميه ومن جهه ميدلز، كان عندهم واحد الرمد ديال العينين، وهذا كاين غير في هذيك المنطقه لان فيها الغراب. نعم، هو اللي كيدير لهم داك المرض. نعم، فهاد باش نعطي ما امثله ان الرسول صلى الله عليه وسلم السنه ديالو ما يعني لا حنا ما كناقشوش السنه، السنه يعني الوحي من الله سبحانه وتعالى على بلفظ وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بالوحيين، لا نناقش هذه الاشياء، غير كندبروا في هذه الايات وكندبروا في هذا الحديث باش الايمان ديالنا يزيد وباش ننتفعوا بها، ماشي غير الايمان يزيد نعم، ولكن باش يعني ننتفع بهذه الاشياء. أما الدجاج فخلقه الله سبحانه وتعالى يكنس الأرض ويطهرها ويزيل هذه الحشرات الضارة، الله خلقه لهذه المهمة. ونعم ونحن نأكل هذا الدجاج، وأنا فسرت أن الجهاز الهضمي ديال الدجاج أن أعطاه الله سبحانه وتعالى في القنصة ديالو، هذيك القلنسوة ديالو فيها واحد الغلاف أصفر، واحد الجلدة نعم، هذيك اللي هي سم بيرميابل، ما كتخليش السم تمر، من المستحيل أن يمر السم إلى لحم الدجاج. هذا بالعكس، وكلما أكل الحشرات الديدان كلما كان يعني لحمه جيدا على عكس. وهذه شوف يا سيدي الكريم، الحليب من أين يخرج؟ الحليب من أين يخرج؟ الله يقول من بين فرث ودم. يقدرش إنسان يشرب الدم؟ من المستحيل. أبداً. يقدر الإنسان يأكل الفرد؟ من المستحيل. لو جنا هذا الحليب وحطيناه لك وحطينا حداه الفرد والدم، غير نحطهم حداه، حطهم حداه، ما تشرب الحليب، ما تشرب الحليب، ستشمئز. ولكن الله يخرجه من بين فرث ودم، هذه هي وحدانية الله سبحانه وتعالى في خلقه. نعم، هذا هو الوحي، هذا هكذا نتدبر آيات الله. خلق الدجاج يأكل العقرب والفأر ويأكل الديدان ويأكل أشياء، ونحن نأكل لحم هذا الدجاج بطمأنينة نأكله مطمئنين. يعني وهو كلما أكل هذا الخشاش كلما كان لحمه جيدا. فهذه الأشياء يعني كنظن أننا وضحناها مرتين، ونتمناو من الناس ان شاء الله ما يبقاوش يتبعوا هذوك التضليلات، انا اقول تضليلات ديال الناس، وان احسن نوع ديال اللحوم الحمراء هي الدجاج البلدي. وانا اوصي النساء في الباديه ما يعلفوش الدجاج بالعلاف المركز. نعم، يعني اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ثلاث مرات. نعم، ما يشريوش العلف المركز ويعطيوه للدجاج البلدي. نعم، يخليه لا بغاو يعطيوه للدجاج البلدي الاكل، يعطيوه النخاله، يعطيوه الشعير، يعطيوه اي شيء، ولا غير يخليه يسرح في ارض الله. نعم، غير يخليه يهبش في ارض الله. نعم، ما عنده حتى مشكل. نعم، حيت كاينين نساء ولاو كيشريو حتى هما ديك الخنشه ديال العلف المركز ولاو كيعطيوها للدجاج البلدي. نعم، وهذا لا يخلو. نعم، خليه بلدي 100%، خلوه طبيعي 100%، خليه بري. انا نعطيكم واحد المثال، انا في 1999 كنت في البرتغال في لشبونه، من واحد المعهد ديال البحث كان عندنا معاه واحد الشراكه، ومشيت تما، وهذاك البحث فيه واحد المختبر كيعمل على جينيتيكولي موديفايد اورغانيزمز، هذه جي ام او، هذا المتغير الوراثي. وهذيك السيده اللي كانت استضافتني في داليا هذه، كنت عليين كنا كنسولوا على هذه الاشياء هذه، وكان الموضوع هذا اللي القضيه ديال البيو في اطار ديال جي ام او، هذيك التغيير الوراثي. وهي اخبرتني بواحد الحديث غريب، انا علي ان انا جاني غريب ولكن هو ليس غريب، انها قالت لي بان ما بقاش عندهم الدجاج البلدي في البرتغال ولا يوجد في اوروبا، ما بقاش عندهم الدجاج البلدي، انقرض. هذه البرتغال اخر يعني من الدول الاخيره اللي التحقت بالمنظومه الاوروبيه. الحمد لله احنا باقي عندنا في المغرب. نعم، واش ولا البرتغال خصو يكون فيها الدجاج البلدي، انا ماشي فرنسا ولا. هي قالت بان ما بقاش عندهم الدجاج البلدي. وانهم مشاو للهند وجابوا بدجاج بري من الهند، وهما كيكثروه في البرتغال باش يعاودوا هذاك الانتاج ديال الدجاج البري والدجاج البلدي. ونحن نضلل الناس ونضرب منتوجنا هذا الدجاج البلدي. المغرب عنده اكتفاء ذاتي من الدجاج، الحمد لله، عندنا البيبي البلدي، وعندنا الدجاج البلدي، وعندنا طائر الحبش ذاك الحجل الازرق. نعم، وعندنا هذا عندنا الايوز على بانواع.
الناس يفرقوا ما بين هذاك السمانة الطبيعية والسمانة الآن اللي كدار بطرق بتقنيات حديثة, يعني ماشي بحال بحال, لأن السمانة كتدخل في الصيد في الجيبي هي من أحسن اللحوم, هذيك السمانة البلدية يعني كانت تصلح لبعض الأمراض مثل الضيقة بحال الربو بحال هذه المسائل كانوا كياكلوها حتى البيض ديالها, ولكن البيض ديالها قليل غادي يشوفوه الفلاحة ما كيلقاوش بعدا هي, لأن هي عندها اللون ديال كتاخذ اللون ديال داك الزراع وداك المسائل اللي كتبيض فيها ما كتبانش. فهاد الأشياء خلقها الله على هذه الحالة, وحتى أن الناس كانوا حاجوني قالوا لي بأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الواقعة ولحم طير مما يشتهون, يعني فاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون, فقلت لهم في الجنة. يعني واللحم الوحيد اللي يضرب به المثل الله بالجنة هو لحم الطير, ولحم طير الله كيضرب الفاكهة كيضرب الزيتون كيضرب الرمان بالنخل, ولكن هنا المثل ديال اللحم اللي يضرب المثل بالجنة هو لحم طير مما يشتهون. إذن لو سمحتي دكتور نحرر مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم الأخت أيمن. لطيفة. لطيفة سمحي لي. كدايا لاباس؟ لاباس الله يبارك فيك. الاسم الكريم؟ شكرا للأستاذ الكريم. الاسم ديالي زهرة من وجدة. من وجدة. أهلا بك تفضلي. واحد السؤالين أستاذ إذا كان ممكن. كانت الآباء ديالنا كيديروا الدجاج وكيديروا مع الحلبة والزعتر, وديك الأكلة كتكون في خاصة فصل الشتاء. نعم. واش هاد الأكلة صحية؟ نعم. والبيض البلدي وشحال خصنا نسلكوا في الأسبوع؟ نعم. شحال وحدة؟ واش صحة أستاذ؟ نعم جزاك الله خير. جزاك الله خير. نعم الأخت سولت على البيض البلدي لأن سمعت بعض النصائح في الإذاعة أن بعض الأطباء نصحوا ما تكتروش من البيض, ولكن هذاك ماشي البلدي. احنا كنتكلموا على الدجاج البلدي وعلى البيض البلدي. يا سيدتي البيض البلدي واخا الأطفال ديالك ياكلوا 10 في اليوم ليس هناك أي مشكل, البيض البلدي ليس فيه أي مشكل. يعني البيض البلدي أنا شخصيا الأطفال ديالي كانوا كيسلقوا من 10 حتى 16 بيضة. نعم. يعني كنا كناكلوها ما عندناش مشكل. كنت نشري البيض ديال الحجل ديال الحباشي كاين موجود, بعض المرات كنشري من بيض ديال الوز, يعني كل وقته لأن الوز كيكون في فصل الشتاء البيض ديالو أحسن هو سخون, وكاين البيض ديال البيبي كذلك يكون يعني كنسميوه حنا في المغرب البيبي والديك الرومي, الديك الرومي البلدي باش نفسروا للناس باش نوضحوا للناس باش ما نضلوش الناس. الدجاج البلدي نعم كانوا كيستعملوا معاه الناس الحلبه, مازال كيستعملوا معاه الحلبه والدجاج, كيستعملوا معاه بعض الخشاش كيديروا معاه القرفه كيديروا معاه اشياء هكذا. هذه اشياء جيده للجسم. علاش؟ لانه داخل في المواد اللي الطب هذا علم التغذيه عند العرب كيدخلوا في المواد الحاره, هو رقم واحد في المواد الحاره معنى المواد السخونه. نعم الدجاج البلدي داخل في هذه المواد الحاره وكيزيدوا معاه توابل حاره اللي هي زنجبيل والزنجبيل, وكيديروا شويه حبرشات, كانوا كيديروا معاه حتى الحبرشات, وكيديروا الحلبه وهذه حبوب ساخنه حبوب حاره. الحلبه كتزيد في الامتصاص على مستوى القولون اللي كنتناولوا الحلبه, هي كتضمد الجراح ديال المعده. الناس اللي عندهم المعده خصهم يبقاو يمضغوا الحلبه, يمضغوها مباشره يصرطوها. والحلبه كتمشي كذلك الامعاء, كتسوي الهرمونات, كتسوي الامتصاص على مستوى هاد الخلايا ديال القولون, لان يعني الخلايا ديال القولون هي كل شيء. الى تسدت ما يكونش يعني امتصاص, الى تفتحت وتنشطت كتكون اكتيف, كانت نشطه صافي كيكون امتصاص 100% باش يزيدوا في هذاك الامتصاص. يعني الا اجتمعت الحلبه مع الدجاج البلدي هذا اقصى ما يكون, اقصى ما يكون. والاخت جزاها الله خيرا وضحت واحد الفكره جيده, وهذه هي هذا هو التخصص اللي الان بغيت كنا يعني اول من تكلم على موسميه المواد الغذائيه هو الدكتور محمد فايد. ليس هناك قبل يتكلموا الناس على الفصليه ولا علاش, لاننا عندي الطب العرب, والطب عند العرب كيمشي مع علم الفلك كيمشي مع المنازل, والعرب هم الذين وضعوا التغذيه على الفصول, ليست امريكا وليست بريطانيا. عاد بداو انا يعني خذوا من الموقع ديالي المشكل ديال فصليه او موسميه المواد الغذائيه, وحددت اللوائح ديال الاغذيه والمواد ديالها. وأول من تكلم عن موسمية التغذية هو الدكتور محمد فين. نحن لا منو عن الله هذه الأشياء هذه, ولا نريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. غير بغينا شوية القيمة تعطى لهاد البلاد, لأن ماشي الدكتور محمد فين, أنا كنبغي المغرب, كنبغي المغرب يسمع. نعم. فلماذا ملي كيكون شي عالم في اي بلد حتى البلدان العربيه ملي كيكون شي عالم يعني كيحاولوا يوريوه ويتبجحوا به ويتفاخروا به؟ ما العلماء ديالنا احنا يعني مازال ما علاش ما عندنا علم وعندنا علم اكثر منهم. وانا اقول دائما انا اقول اي عالم في العالم بغى يجي بسم الله مرحبا, انا مرحبا انا مستعد, اي عالم اي انا مستعد والتحليل. نعم. علم التغذيه عند العرب عندنا في تخصص, والمغاربه عندهم الحمد لله تخصص وعندهم ما شاء الله, ولكن خصهم يتسمعوا هاد المغاربه عبر الفضائيات وكذلك. لماذا النساء ديالنا غادي يبقاو ياخذوا دائما معلومات من الفضائيات
الفضائيات الشرقية. لماذا؟ 99.9% مما يسمعونه خطأ على الفضائيات الشرقية. نعم. وأنا مستعد، أنا مستعد. أي شخص بغاو يجيبه لي أنا مستعد. نعم. دكتور فهاد واحد دقيقة. نعم. الدجاج البلدي هو موسمي. مش الناس يعرفوا هو ما كيسمن بعد حتى الليالي، كيسمن حتى الحال بارد. هو احسن فصل يتكال فيه هو في الحال بارد، وملي كيعطيوه للاطفال البيض البلدي، البيض البلدي للاطفال في الفصل البارد، وحتى الدجاج البلدي المريقه ديالو البلول يشربوه في العشيه وينعسوا، من المستحيل الطفل يجيه الزكام ولا نيوفو يسيلوا ليه ولا يتنفخوا ليه حلاقم ولا اي شيء. يشربوهم من هذا البلول، هذه المريقه ديال الدجاج البلدي، ويعملوا ليهم حبوب معها الحلبه وحب الرشاد والمسائل هذه، ويولي كيسخن الجسم. كنا كان واحد الوقيته النساء كانوا كيقولوا المساخن. شنو هي المساخن؟ كلمه المساخ جات من المسخنات، وهي جايه من الطب العربي، جايه من غير التغذيه عند العرب، المواد الحاره. ابن القيم الجوزية كيتكلم على المواد الحارة، وحتى ابن سينا والرازي كيتكلموا على المواد الحارة والمواد الباردة. هذه يعني مواد، ماشي يعني مواد، يعني كاين كتلقى واحد العشبة مثلا اللي خاصها تستهلك فصل البرد، وكتلقى مثلا كما تكلمت على الفواكه، الناس كياخذوا عصير البرتقال فصل الصيف، هذا خطأ. عصير البرتقال خاصو يتخاذ فصل بارد، لأن البرتقال كيتخن، ولكن العنب والبطيخ والمسائل الأخرى تؤخذ في الصيف لأنها كتنعش كتبرد. هذا هو اللي خاص الناس يفهموا. الزنجبيل كيتستهلك فصل البرد، ما كتستهلكش فصل الصيف. الزنجبيل كتستهلك فصل البرد، وكذلك القرفه والقرنفل والبزار، المسائل هذه كتستهلك فصل البرد. وهذا الدجاج، هذا الدجاج البلدي، الدجاج البلدي هو ارقى واحسن. الا هنا كنستثني باش نكونوا دقيقين، باش ما نبقاوش نعطيو نصائح هكذا يا محلوله. خصنا النصائح ديالنا تكون يعني مخيطه مزيان ومربطه، النصيحه تكون مربطه. هذا الدجاج ما خصش الناس ياكلوه كل يوم، ما خصهمش ياكلوه 3 مرات في الاسبوع، لأنه غني جدا بالبروتينات، وممكن يسبب حمض اليوريك، يمكن يسبب النقرس. هذه هذه البلورات في المفاصل اللي كنسموها النقرس، الجوت اللي كنسموها لاجوت. كيلاحظوا الناس اللي مبليين بالصيد، الصياده في المغرب، كيلاحظوا على ان ملي كيكثروا من هذاك الصيد، وعلى ينجل الصياده عندهم حمض اليوريك. جلهم، جل الصياده عندهم النقرس وعندهم الام المفاصل، لانهم كيكثروا من هذه اللحوم، وهذه اللحوم ديال الصيد ما كتكالش كل يوم، كتكل مرة في الشهر، وكتكل 3 مرات و4 مرات في السنة، لأنها غنية وسخونة، يعني مواد حارة ومواد قوية جدا. والصيد موسمي. اي نعم نعم، إلا كثروا منها غادي يولي عندهم حمض اليوريك، غادي يكثر عندهم حمض اليوريك في الجسم ديالهم. وحتى الأشخاص اللي عندهم البواسير واللي عندهم بعض التمزقات على مستوى الريكتوم مستقيم، وحتى الأمعاء بحال ار سي اش والكرون، الناس اللي عندهم البواسر، اللي عندهم التهابات في القولون، ما يتناولوش الدجاج البلدي بكثره، ولا ما يتناولوش احسن من الاحسن، لانه سخون، لانه قوي جدا، ولانه غادي يزيد في هذا المشكل هذا ديال القولون. باش تكون نصائح ديالنا دقيقه. لا، هادو بالنسبه للناس اللي مرض. نعم. الدجاج البلدي مرة في الأسبوع جيد. جيد. والنساء بعد الدورة الشهرية الدجاج البلدي يشربوا البلول ديالو، هذا إجباري. النساء إجباري بعد الدورة الشهرية خصهم يديروا الدجاج البلدي، اللي عندهم الأنيميا، والنساء اللي عندهم مشكل نقص حتى في الهرمونات، الدجاج كيسخن حتى في الفيتوستروجينات وفي الهرمونات. كاين الناس عندهم اش معنى نقص الهرمونات؟ نعس الأغنى كتولي تحس بواحد الرعشة، لا كتولي مبراد، كنقولوا مبراد، يعني كتولي تغطى بخمسات البطاطان، وكتولي مبراد، هنا كيولي نقص هرموني، يعني كيولي انسيفيزونس هرمونال. اما وهادو الفيتوستروجينات كيسخنوا وسبحان الله كل شيء المواد الحاره جمعها الله في فصل الشتاء. ولذلك علم التغذيه ليس علم هكذا الناس يمشوا الكوليسترول والسعرات الحراريه، باقي كنسمع انا سعرات حراريه على بعض الاذاعات، يعني هذا ضحك. سعرات حراريه ما بقاوش الناس كيتكلموا عليها، الناس ولاو كيتكلموا على الفيتوستروجينات والمضادات الاكسده وليزونتي اوكسيده والفلافونويدات والكاروتينويدات، كيتكلموا على الالياف المتخمره والالياف الغير متخمره، وكيتكلموا على اشياء خطيره. شوف مثلا السلق، هذيك السلق اللي كنسموا حنا السلق، السلق والخبيزه والسكوم لي زاسبيرج والدجاج البلدي والمسائل هذه كلها تخرج في فصل الشتاء، هذه كلها كتسخن، هذه كلها غنيه بالفيتوستروجينات. لا يمكن الاطفال تصيبهم لا رعشه ولا رواح ولا اي شيء، ولكن ملي كيرجعوا النساء الوجبات السريعه والفاست فود، عطيهم الاطفال ديالهم حلويات، غادي يجيهم الحلاقم في هذه الفتره. دابا راه فصل الخريف دخل، ودابا راه البرد بدا كيتحرك، والاطفال دابا غادي يكون عندهم مشكل ديال الحلاقم والحساسيه. فعلا. دكتور اذا ما سالتك شنو الفرق ما بين لحم الدجاجه ولحم الديك؟ هناك فرق بسيط جدا. ان الدجاجه كتسمن بعدا. الدجاجه كتسمن كيوليو عندها شحوم اكثر، وسبحان الله الدجاجه اذا سمنت ما تبيضش،
غريب. الا سمنت ما تبيض ولديك كالنساء ما خصهمش يكثروا الاكل الدجاج اللي كيبيض، ما خصهمش يعطيو كثير، خصهم يعطيو شعير بالضبط شعير. لماذا؟ لان ديك القشره ديال البيضه كتكون من الكالسيوم عليه، كالسيوم فوسفور يعني، وخص هو الدجاج كيقلب على الكالسيوم في الارض، كياكل الحجر كياكل الكالكير وكياكل الجير ديال الحيط. نعم، وكياكل حتى القشره ديال البيض. فعلا القشره ديال البيض يعاود ياكلها، وكياكل حتى طرف من البراز ديالو. عجيب. نعم، هاد الاشخاص اللي كيقول لك كياكل الفئران، ما كياكلش الفئران، كياكل البراز ديالو. هو خلق الله هكذا. علاش؟ لان من الناحيه العلميه هو الدجاج ماشي بوليفاجيك، لا يمتص في المستقيم، ما عندوش مستقيم، هو كيمتص من المستقيم، ماشي بحال الانسان. الانسان بوليفاجيك، هو كيمتص من المستقيم. يعني المشكل ديال الفيتامين او الفيتامين دي، بعد الفيتامينات كيتمتصوا في المستقيم، الدجاج ما يقدرش يمتص، ما عندوش مستقيم. معنى كيعاود ياكل هذاك الطرف من البراز ديالو، واحد 10% ديال البراز ديالو كيعاود ياكلو باش ياخذ منه الفيتامينات. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. هذه خلق مدقق، ماشي عادي، والبحث العلمي هادشي توصل لهادشي اللي كيبهض، وان الله سبحانه وتعالى دقق في الخلق، وان وحدانية الله تتجلى في وحدانية خلقه. لا يمكن اي شيء اني 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 دكتور الا سمحتي غادي نحلو الفرق ما بين الدجاجه. نعم. والديك، ان الديك كيتحرك اكثر من الدجاجه، وان الدجاجه كتسمن. نعم. كتشحم هذا. واما اللحم فهو هو، يعني ما كاينش هناك فرق كبير، يعني ماشي فرق كبير. نعم. والديك فيه اللحم اكثر من الدجاجه، ولكن الدجاجه ملي كتكون صغيره قبل تبيض كيكون اللحم ديالها في واحد النكهه احسن من الديك. دائما حنا النكهه احسن من الديك. حنا دائما كنسمعوا تيقول الدجاجه، كنسمعوا الدجاجه. لا الا مشيتي تشري تيدير لك واخد شي فروج بلدي مزيان. بالعكس. نعم، ولكن بالنسبه للفيتوس الاستروجينات، بالنسبه للفيتوستروجينات كنسمعوش الدجاجه بلديه، كنسمع الفرج البلدي. بالنسبه للهرمونات الدجاجه اكثر من الديك، الدجاجه فيها اكثر من الديك. حاليا كاينين بعض الناس اللي كيفضلوا الديك اللي كيفصلوا الدجاجه، ولكن بالعكس انا كنقول بالعكس، لان النساء اللي باغين النساء ما كانوش كيعمروا الديك، كانوا كيعمروا الدجاجه، كانوا كيعمروا الدجاجه. المرام اللي كيتعطل عليها الحمل وكتعمر الدجاجه، علاش؟ باش تاخذ فيتوستروجينات وباش الجسم ديالها يسخن. وهو نعم هذه فيتوستروجينات، وكانوا كيديروها النساء وكيحملوا. سبحان الله، كان واحد التدقيق في هذه المساله. كيعمرها بالعشوب. سبحان الله، ايه عمرها بالعشوب. اذا الا سمحتي دكتور غناخذوا مكالمه على الخط. ايمان تشير لي بحراره بان هذه المكالمه ملحه. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. لالا كريم. السلام. منى الوزاني الشهدي. من اي مدينه؟ من مدينه سلا. اهلا بك منى، تفضلي. شكرا حبيبه، الله يجازيكم بخير. دكتور بغيت نسولك على هذا الدجاج اللي روميد اللي كناكلو، دابا كناكلو الاكثريه هو اللي كناكلو، ولكن حنا عندنا هذه الحلقه. خلي تفضلي، عندنا هذه الحلقه على الدجاج البلدي، ولكن هو كيساعد الهرمونات اللي كسمات، بان فيه الهرمونات كيساعدوا على السمنه. ولا هذا واش يمكننا زعما الى اجتنبنا يمكننا ناخذوا الدجاج البلدي نحيدوا علينا هذا المشكل؟ نعم. لا علينا، هذه حريتك كمستهلكه. كمستهلكه هذه حريتك، بما اننا احنا عندنا تنوع وهاد المواد عندنا في السوق، تخيري ملي تمشي للسوق، تخيري خذي اللي بغيتي. احنا هاد الحلقه كنتكلموا على الدجاج البلدي. علاش؟ لانه طبيعي. نعم. لانه طبيعي، ولان فيه اشياء لابد منها للجسم. نعم. لان الا دخلنا في هاد القضيه ديال نبداو نخلطوا للناس، لا، باش الناس يعرفوا في هاد الحلقه كنتكلموا على اهميه الدجاج البلدي. والدجاج البلدي عندنا في المغرب وعندنا بكثره، ومنتوج نفتخر به، فخصنا نشجعوه ونشجعوا الانتاج ديالو ونشوفوا الاهميه ديالو. علاش؟ لانه خلق طبيعي، ما دخلت فيه لا تقنيات ولا حتى شي حاجه. ربما هاد المعلومات اللي جيتي بهم، هذه الشريفه الوزنيه. نعم. الشهدي الوزني، هذا اسم معروف. الشرفه الوزنيين، يعني هادو ما شاء الله. والدار الضمانه هذه عاليين، هذه بلادنا وهذه المملكه المغربيه الحمد لله، فيها اشياء اللي حتى الاطفال ديالنا نعرفوهم بهاد الاشياء هذه. الناس كانوا كيمشيو لهذه، ولكن هذه كلها تقترن بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاد الاشياء كلها، يعني حتى الناس في القرآن كيعطى الحالة ديال بعض الكفار
يعني ملي غادي الله سبحانه وتعالى غادي يقول لهم علاش كنتوا تعبدوا هذوك القرابيين وهذوك الانصاب، انما يقربون الى الله زلفى، غادي يقول لهم هما كانوا كيظنوا كيعبدوهم عن 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 حسن نيه، لان كانوا كيظنوا انهم غادي يقربوهم الى الله زلفى يعني فهذا هو لا ماشي هكا. ولكن حنا الحمد لله الديانه الاسلاميه وضحت هذه الامور، حنا وحب آل البيت واجب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب، ولا يؤمن المؤمن حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من نفسه واكثر من اي شيء. هذه وهذا الشرفة عندنا في المغرب الحمد لله ان آل البيت جاوا للمغرب، هاجروا جاوا للمغرب واستقروا هنا الحمد لله، علويين أدارسة وهذا سميتوا عليه، فهذا دليل على ان هذه البقعه هذه من الارض فيها خير، وان الدين في المغرب كان 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 على اشده، الدين كان مفهوم في المغرب وكان على اشده، ولذلك عندنا السنه ما عندنا الشيعه، عندنا دين سني سنه والمذهب مالك وسنه سنيه اشعريه وعلى مذهب مالك، ومالك هو مذهب اهل المدينه ماشي اي مذهب. فعندنا اشياء نعم، وهذا البرنامج راه كنقولوا فيه كل شيء، لان كاع المميزات ديالنا نعرفوها طبعا نذكروها طبعا، اللي غادي يتكلم مصري راه غادي يعرف مصر، اللي غادي يتكلم سوري غادي يعرف سوريا، اللي غادي يتكلم سعودي راه غادي يعرف سعوديه. حنا كنعرفوا المغرب، وهذا المغرب راه بقعه بيضاء على وجه الارض، حباها الله بكل شيء، والناس ديالها طيبين، ارض مباركه، واختلطوا بجوجهم الامازيغ والعرب ولاو مغاربه، ملي اختلطوا ولاو مغاربه صافي، هادشي اللي نقولوا نحن مغاربه الحمد لله، ولا امازيغي ولا عربي ولا حاجه، ولكن مغاربه قبل كل شيء، ونحن مؤمنون اخوه، وعندنا ديانه واحده الحمد لله، لغتنا جيده. نرجعوا للموضوع، علاش السيده هذه الاخت منى، منى نعم منى، باش بغينا نوريو الاهميه ديال الدجاج البلدي، لانه ضروري لبعض الاشياء وما كنخلطوش مع الاشياء الاخرى. فالمغربي يعرف كلمه بلدي، الدجاج البلدي المغربي كيعرفه، ما غاديش يشتبه عليه في السوق لا لا ابدا، واخا يكذبوا عليه يقولوا ليه راه هذا ولا لا، الدجاج البلدي في المغرب معروف. وان سبحان الله الشمال، لاحظت انا قاعد ساريت في هذا، احسن بيض البلدي كاين في بوميه، عجيب يعني قليل اللي عارف هذه القضيه، هو كاين في المغرب كله في البيض البلدي، ولكن البيض البلدي ديال بوميه عنده واحد عنده واحد النكهه وواحد القشره واحد اللون ديال الاصفر ديالو من نوع ما شاء الله. هذه كاين لان عندهم ماء تما، لان عندهم بوميه المنطقه ديالها فيها الماء جيد، وعندهم حتى الخشاش اللي كياكل الدجاج، ماشي هو الخشاش اللي كياكل في الدكوله، وكاين اللي كيستهلكوا الدجاج البلدي بكثره وعندهم كيبغيوه بواحد الطريقه يعني ما شاء الله. والشمال تطوان، تطوان دابا حتى الثمن دابا مرتفع ديال الدجاج البلدي في تطوان وطنجة، هادو الشماليين كياكلوا الدجاج البلدي بكثرة وكيبغيوه بواحد الشكل، كيتستهلك قليل ماشي بزاف، وجدة كيتستهلك ولكن قليل، استهلاك ديالو قليل، وكيتستهلك قليل كذلك فاس، استهلاك قليل فاس. فالمدن الأخرى والبوادي على الخصوص كلهم كيستهلكوا الدجاج البلدي، وأكثر من ذلك شوف كاين فرق كبير ما بين هذا الدجاج هذا البلدي والمنتوجات الأخرى، أن الناس كيبغيو الجلدة ديال الدجاج البلدي أكثر من اللحم. نعم فعلا. لأن ما كتلتصقش بها أوساخ ولأنها نقية. ما كاين ملي كيريشوا العيالات ملي كيريشوا كيغسلوها مزيان كيحكوها. وهذيك القشرة راه كتكال، الجلدة ديال الدجاج البلدي راه كتكال، ليس هناك أي مشكلة، لأن ليس تحتها شحوم. عجيب. الدجاج البلدي القشرة ديالو ما تحتاش شحوم. ولذلك أنا كنتكلموا اليوم على هذا المنتوج هذا لأنه يستحق الكلام عنه، يستحق الحديث عنه، باش المستهلك المغربي يعرف شنو عنده، يعرف القيمة ديال بلاده، يعرف القوة ديال بلاده، راه في هذه المسائل هذه كاين عندنا أمراض الآن ممكن تفادوها غير بالتغذية اللي قلت. النساء الآن أغلب البنيات عندنا خصوص في المدن عندهم مشكل في الدورة الشهرية. نعم فعلا. والبنيات كلهم غادي يديروا لنا أنيميا، غادي يديروا لنا فقر الدم. وكاين اختلال في الهرمون. كاين اللي كتجي هذه الدورة الشهرية يعني قوية جدا. فعلا. من جراء ما تأكل. هذه المقليات، الحلويات، البسكويتات، الشوكولاتات، المسائل اللي كتاكل، فهذه البنية هذه ما كتاخذش فيتوستروجينات. إلا ما خداتش فيتوستروجينات ومضادات للأكسة غادي يكون عندها مشكل هرموني. مشكل هرموني واضح باين. ما انا واحد المقال كنت كتبته في احد المجلات، قل لي ماذا تاكل اقول لك بماذا تحس. واحد المقال كنت عنونته بحالك، انا ما عنديش ايكوغرافي ما عنديش، ولكن كتقول لي شنو تاكل نقول لك شنو عندك. علاش؟ لان الاكل كيعطي الداخل في الجسم بعض الاعراض اللي احنا كنحفظوها، نحن كنحفظوها كيماويا وبيوكيماويا وفيزيولوجيا والمسائل اللي كنحفظوها. فهاد الدجاج البلدي نتكلموا عليه اليوم، ان هذه السيده هذه إذا كانت ان شاء الله
عندها شوية فلوس تكون ميسورة. هي مدينة سلا، مدينة سلا مازال عندها دجاج. نعم كاين مشي الخميس ديال سلا فيه دجاج البلدي، كاين السوق ديال تمارة فيه دجاج البلدي، كاين عين عودة فيها دجاج البلدي، كاين الأربعة ديال السهول، حد ديال عين عتيق فيه دجاج البلدي، كاين الأربعة السعور فيها دجاج البلدي، كاين دجاج البلدي. غير يحاولوا الناس ما أمكن هذاك الدجاج اللي كيكون على الطرقات شوية مشبوه، لأن كيكون شوية ستريسي وكيضلوا رابطينه تما ولا شي. وبعض المرات كيعطيو تراكيز، طبعا المرات كيعطيو علف مركز، والبلدي ما خصوش العلف مركز، البلدي خصو يسرح خصو يهبش. علاش؟ لأن الحركة ديال الدجاج البلدي هي القوة ديال الجودة ديالو، قد ما تحركوا هبش وقد ما كيكون اللحم ديالو جيد. وكنظن كاين حتى طائر الحبش في الخميس ديال سلا، كيدخل حتى طائر الحبش داك الزرق. نعم طائر الحبش عجيب يعني عجيب. إذا دكتور غادي ناخذ آخر مكالمة. كان هاد طائر الحبش كانوا كنلقاو بحال الدرك الملكي مثلا، كيكونوا دوك لي بريغاد في البادية في الأسواق، الاسواق ديال الباديه كلها فيها هادو لي بريغاد ديال الدرك الملكي. وهادو الدركيين كانوا كيدخلوا السوق كيشريوا هذاك الحجل، هاد الحجل كيختاروا. انا بعض مرات لقيتهم نيت في السوق كيشريوا، وهذا اختيار صائب ما شاء الله اختيار، وهو جيد لهم. علاش؟ لان الاملاح المعدنيه والبروتينات معاهم كيخدموا كيركزوا. نعم. يخدموا بعض المرات كيوقفوا بزاف. نعم جيد. وهذا كيصلح كيصلح لهم عجيب. هو موجود طائر الحبش هذا الحجل هذا البلدي، طبعا موجود في كل الاسواق المغربيه. اذا دكتور بقي لنا 4 ديال الدقائق على نهايه هذا اللقاء، غادي ناخذ اخر مكالمه في هذا اللقاء. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. من الاسم الكريم. اهلا بأمينة. اهلا علوي أمينة، من اي مدينه؟ مدينه سلا. اهلا بك واهلا بمدينه سلا، تفضلي اختي. الله يخليك، بغيت نعطي السؤال للدكتور فايد على انني عندي حساسيه، ومثلا كل شيء الدجاج الرومي ولا البلدي، واش ممكن ناكل الدجاج البلدي؟ نعم الحساسية شنو كتعني؟ يعني قطع لي الطبيب الدجاج بصفة عامة، يعني الدجاج والبيض والبواتون نواغ. وهاد الحساسية شنو؟ لا الحساسية شنو كتعني بها؟ على شكل شنو؟ واش تخنقي واش تتحكي؟ حساسية الجلد. الجلد. نعم حساسية الجلد. نعم نعم. ولكن علي خير ان شاء الله. اذا شكرا. الاشياء اللي كتسبب اي هما كاين حساسيات، يعني كاين انواع كثيره من الحساسيه. كاين واحد الحساسيه كتجي غير بالام مقدمه الراس، ما كيحكم لا ما والو. علي كاين اللي النيف كيسيل، كاين اللي كيحك القرنفه ديالو. لا هي ذكرت بان عندها الحساسيه ديال الجلد. عندها الحساسيه ديال الجلد. علي واش حساسيه دائمه؟ حيت كاين اللي عنده صدفيات ماشي حساسيه. الا كانت الحساسيه كتجيها حتى كتاكل شي حاجه، كنسميوها في المغرب تورديت، هذيك تورديت اللي تقدر تجي حتى من الليستامين ديال السمك. نعم الطبيب غادي يمنع عليها السمك. نعم وغادي يمنع عليها الدجاج، وغادي يمنع عليها حتى البيض، وغادي يمنع عليها الكروفيت، وغادي يمنع عليها اشياء اخرى. ولكن ما اظن هاد السيدة هذه هي سيدة نفسها. نعم. تاكل الدجاج البلدي ما نظنش، انا لا اظن يعني في علم التغذية ما عندناش حساسية الدجاج البلدي. تاكل الدجاج البلدي وتشوف، ما عندهاش مشكل، ما نظنش الا ما دارش لها حساسيه ما كاينش مشكل. لان الحساسيه ديال اللحوم هي حساسيه ترتبط بالاعلاف وليست باللحوم. هذا هو المشكل، هي ترتبط بالاعلاف، مع ما تكون مواد في الاعلاف هي اللي كتسبب هذه الحساسيه. اما اذا كانت حيوانات تسرح ولا يعني تاكل علف طبيعي بحال الشعير ولا حاجه، ما عندهمش انه يكون مشكل. الناس خصهم يفهموا هذه الامور، هذه خصهم يفهموها جيد. فتاكل الدجاج البلدي، ويكون الدجاج البلدي جاي من الباديه ماشي الدجاج البلدي ديال المدينه، ربما يكونوا عاطينه هذه المسائل. شوف تاكل الدجاج البلدي ولا ما عملش لها حساسيه ما كاين حتى مشكل. عمل لها الحساسيه خاصها تعرف. علاش؟ لان مالي الحساسيه خاصهم بعدا يكون عندهم القائمه ديال المواد اللي كتسبب لهم حساسيه بلا ما يمشي على الطبيب، بلا ما يمشي. يعني غادي يشوف هو الاشياء عادي، عرض الحاله ديالو على الطبيب، يقول لي انت انا راه واحد اللائحه هذه 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 ملي كناكلهم ها شنو كنحس، باش الطبيب يسهل عليه ايجاد الدواء، ولا يسهل عليه بعض المرات ما يعطيه والو، تقول لي لا حيدتي هذو راه مزيان، ما كيعطي كاع الادويه بعض المرات ما كيعطيش. علاش؟ لان الطبيب ما كيعطي الدواء اخر حل، كيحاول الطبيب يتفادى الكورتيكويدات ويتفادى المسائل، ما كيعطيها حتى كحل. علاش؟ لان لك المريض يسوفلي ما عنده ما يدير طبعا، لان خصو بعدا يرتاح، ثم من بعد راه غادي يرجع للحاله ديالو. هذه هي خصهم يفهموا الناس، خصهم يفهموا. ماشي انا مرض خصني الدواء، وإلا الطبيب ما عطاكش الدواء خصك تثيق به. كاينين دابا بعض الأطفال ما خصهمش ياخذوا لونتيبيوتيك هذيك الساعة. دابا المرأة كتبقى تلح على الطبيب تقول لا أنا ما أنا خص حتى ذاك الجورتوم يقبط مزيان. علاش؟ لأن إلا عطاه الدواء في أول في أول ما يصاب الطفل غادي تكون عنده واحد المقاومة لهذاك الدواء
جراثيم مقاومه اونتي بيو ريزيستانت، والدواء ما غاديش يبقى يقضي للطفل، غادي يعطيه الطبيب باش يطيح الحراره، غادي يعطيها حاجه باش تطيح الطفل الحراره، وتنتظر واحد 24 ساعه ولا 48 ساعه عاد يعطيها لونتيبيوتيك، عاد يعطيها الدواء هادي. ولكن انا كنشوف نيت بعض النساء كيبقاو يلحوا على الطبيب تقول لي لا بغيت الدواء يعني. فخاص الناس يعرفوا يتعاملوا، لان الطبيب كيعطي اخر حل هو الدواء. هو الدواء. اذا شكرا لكم دكتور على كل ما قدمته لنا من معلومات قيمه وايضا عصر. واحد معلومه بسيطه. نعم تفضل. مع الدجاج البلدي كيدخل البيبي البلدي.